السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن نضع جمعية أنا وثلاثة من زملائي؟ هل يقول السلام عليكم: هل يجوز أن نضع جمعية أنا وثلاثة من زملائي، كل واحد يدفع 5000 ريال، وكل شهر يأخذها أحدنا؟ هذا القرض الجماعي أنا أفتي بأنه لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا، وقرض مشروط في قرض، وعقد مشروط في عقد، فلا يجوز هذا. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله